كابتن وائل جمعه مدير الكره في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن وائل. ازيك يا كابتن احمد؟ ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك. طب هل شايف ان الحل ده ارضى النادي الاهلي ان المباراه اتاجلت يوم، وان انتوا لان مباراه وادي دجله كمان اللي بعد كده اللي كانت مؤجله مش هتتلعب، وانه كده المطار هيبقى مفتوح وهتركبوا طياره، ده الموضوع ارضى النادي الاهلي يا كابتن وائل؟ احنا الموضوع من البدايه خالص يا كابتن احمد ما كانش تفرق معانا هنلعب فين او ملعب ايه، احنا اللي يفرق معانا راحه اللعيبه تمام. وانا يمكن كلمت حضرتك في النقطه دي من يومين او امبارح، قلت لك اللي هيفرق معانا يا كابتن ان لعيبتنا تبقى مرتاحه، وفي الاخر الهدف الاساسي لعيبه منتخب مصر. تمام. دي معموله عشان المنتخب. تمام. وعشان ما يبقى عندنا منتخب قوي ومنتخب كويس. تمام. دلوقتي القوام الاساسي لعيبه المنتخب اغلبه من لعيبه النادي الاهلي. تمام. يعني المنتخب عنده مباراه مهمه جدا. هي المباراه الاثنين ده ولا اللي بعده يا كابتن وائل؟ نعم. المباراه الاثنين ده ولا اللي بعديه؟ المباراه الاثنين ده. الاثنين ده اللي جاي ده. طب اتفضل يا فندم. ايوه بس احنا داخلين في ضغط ماتشات يا كابتن احمد، يعني ضغط هيوقع منك لعيب او اتنين على الاقل الفترة اللي جاية. يعني لما المنتخب يخسر اتنين تلاتة لعيبة مهمين جدا بالنسبة له، مين اللي هيبقى خسران، النادي الاهلي ولا المنتخب؟ نعم. فده بس الاثنين خسرانين، الاهلي او المنتخب الاثنين خسرانين بالتاكيد. ده كان تفكيرنا يا كابتن الاساسي في ان المباراه ما تتلعبش في المعدة. وبعدين احنا راجعين من الجونه متاخرين بالليل ونسافر بعديها بيوم ولا يومين سفريه زي كده، وحضرتك عارف مطار اسيوط مقفول. فكنا هننزل في مطار سوهاج وناخد مشوار تاني لاسيوط. فاحنا شفنا ان ده هلكه للعيبه، ودي حاجه مش ادميه اصلا للعيبه يعني ولا هي الموضوع استغلال لظروف النادي الاهلي والتعب اللي فيه اللعيبه. بس يا كابتن وائل، هو من كلامي مع الحاج عامر دلوقتي انه لا استغلال ولا يحزنون الامر، انه احنا ما عندناش مشكله ان الامن رفض عامر خالص، وانه اللائحه بتقول يا جماعه ادي اللائحه، النادي من حقه انه يحدد ملعب، حدد الملعب وابلغ بيه الاتحاد، وبالتالي الاتحاد ابلغ النادي الاهلي يا كابتن وائل. طب ما هو الملعب اللي ابلغنا بيه والاتحاد كان محدده ملعب بني سويف، الناس في بني سويف ما انكروش، ما نافوا ان في رفض ان هم ان احنا نلعب في بني. لا الامن رفض يا كابتن وائل، ده رفض امني والله العظيم، انا بقول لك ما رفضوش. طب كابتن عامر اسال محمود صبري يا كابتن. لا انا اسال مدير امن بني سويف قال له ايه. يا بص يا كابتن وائل، الاهم عندي رئيس لجنه المسابقات مش الاستاذ محمود صبري على احترامه. انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك الموقف اللي حصل قدام، انا عارف الحاج عامر سامعني. طب خلي حضرتك مع استاذ عامر. حاج عامر، استاذ عامر، طب استاذ عامر وقع مننا، هيرجع لنا كمان شويه. نرجع بص يا كابتن وائل، تاكد انه عامر حسين صادق، ما تقلقش منه في دي. انا ما عنديش، انا ما شككتش فيها يا كابتن احمد والله. بس انا بقول لك يعني، انا بقول لك اللي حصل، انا شخصيا اتصلت بمدير امن بني سويف ما ردش عليا. حاولنا نتواصل معاه، لقيت الاستاذ محمود صبري الصحفي المعروف في الاهرام بيكلمني بيقول لي ده انا كلمت مدير امن بني سويف والراجل نفى اي تاكيد منهم برفض المباراه في بني سويف. ده هو كمان ده رفض الاهلي والزمالك، يعني اللي صار على حضرتك هيسرع الزمالك، قال له مش هستقبل مباراه الاهلي والزمالك. انا بتكلم على ظروف انا يا كابتن. طيب خلينا في ظروفك، هل شايف ان الحل ده اصبح مرضي النادي الاهلي، وانه تاجيل المباراه 24 ساعه خلاص كده الموضوع انتهى؟ طبعا افضل شويه يا كابتن من ان انت تلعب بعديها بيوم كده ولا يومين. طيب خليني ده خلصنا منه. الحاجه الثانيه، هل انتم بالفعل قدمتم مذكره لاتحاد الكوره بترفضوا اسناد اي مباريات قادمه للنادي الاهلي يديرها الحكم الدولي جهاد جريشه؟ لا ما حصلش يا كابتن خالص. لا ما حصلش طبعا. ما حصلش خالص. لا ما حصلش. طيب خلي حضرتك بقى معايا الاستاذ عامر، بس رد على الملحوظه بتاعت انه يا استاذ عامر سامعني؟ ايوه يا كابتن احمد. الكابتن وائل بيمس عليك الاول. عامر ازيك يا كابتن؟ الله يخليك. الله يسلمك. بيقول لك انه تم اتصال بمدير امن بني سويف ونفى انه هم قالوا المباراه ما تتلعبش عندنا في بني سويف يا فندم. يا كابتن احمد انا كان اكد المعلومه ديت العميد ثروت. كلمت المقرر اللجنه. الاستاذ سيد خيط. وقال لي الرفض موجود عندي في المكتب. رد رسمي. رد رسمي من مديريه امن بني سويف. وممكن نبعته بكره للنادي الاهلي او يحب. حلو. يا ريت تبعته بكره يشوفه يعني. ده ممتاز، تبعته بكره للنادي الاهلي، ده كلام محترم. حد يروح يشوفه كمان يعني طبيعي. لا ابعتوه بالعكس، ابعتوه. ما فيش مشكله طيب. يعني طيب هو الكابتن وائل بيقول ان هذا الحل مرضي تماما، ما فيش مشكله كده، المشاكل انتهت بالنسبه لك يا حاج عامر؟ لا هرتب بقى الاسبوعين اللي بعدين ان شاء الله. بالاتفاق مع الكابتن شوقي غريب. هيترتب عليه تغيير في مواعيد المباراه الثاني الاسبوعين اللي جايين اللي بعديهم. هل ممكن يحصل تأجيل اسبوع؟ لان طبعا حضرتك عارف احنا لا مش تأجيل. انا بعيد ترتيب المباريات.
ان النادي الاهلي والنادي الاسيوطي كان المفروض هيلعبوا بعد كده في الاسبوع اللي بعديه هيلعبوا يوم الخميس تقريبا. كان المفروض ان احنا عندنا مباراه يوم 30 يا جماعة يوم 30 فطبعا لو رحلنا يوم مش هينفع عشان يوم الجمعه ما بنلعبش في الماتشات يوم الجمعه. ويوم السبت في ماتشين في القاهره فما بنلعبش باكثر في مباراتين في القاهره في يوم واحد الكورته والاسماعيلي والزجله والرجاء. فبالتالي هيبقى عندنا ماتشين اللي هم الانبي والاسيوطي والاهلي ودمنهور. لازم يتحط لهم مكان. فعشان كده لازم نعمل نرجع تاني ونرتب الجدول مع الكابتن شوقي عشان بقدر الامكان ان النادي الاهلي الكابتن شوقي عايز يوم خمسه يبقى الاهلي والزمالك اللاعيبه تخلص ماتشاتها عشان تبقى عنده يوم يوم سته في المعسكر. فان شاء الله هنحاول نرتب ان الاهلي والزمالك الاهلي يلعب يوم واحد ويوم خمسه بقدر الامكان. او يلعب اثنين وخمسه او واحد واربعه. يعني هنشوف برضو المتاح ايه بالنسبه للمواعيد اللي تمشي مع الكابتن شوقي والامن ان الزمالك عنده مباراه يوم خمسه مع حرس الحدود في القاهره. لازم ناخد برضو موافقه الامن ان لو الاهلي والمقاولين والاهلي والزمالك والحرس الامن وافق ان هم يلعبوا يوم خمسه الاثنين في يوم واحد. ففي الحاله دي مش هيبقى فيه مشكله نلعب الاهلي يوم واحد ويوم خمسه ونأجل ماتش من بتاع وادي دجله والرجاء. وادي دجله والرجاء يتأجل. عشان يبقى في ماتشين بس في القاهره ونحط الاهلي ودمنهور مكانه يوم واحد. يعني دي كلها ترتيبات هنرجع للامن فيها وبكره ان شاء الله نكون خلصنا الترتيب كله قبل الاسبوع ده ما ينتهي عشان الانديه تبقى عندها خبر. في اتصال مع كابتن شوقي دلوقتي خلال ساعه كده نكون ان شاء الله نكون والعميد سرج يكون اتصل بالامن ونكون خلصنا الموضوع ان شاء الله. اشكرك حاج عامر شكرا جزيلا. شكرا. كابتن وائل الدنيا اتدربكت كده المواعيد كلها اتلخبطت ودخلت في بعضها لكنه على الاقل المشكله بتاعت الاسيوطي كده تم حلها. وهو ده اللي احنا عايزينه يا كابتن. احنا مش عايزين اكتر من الامور تمشي بما يرضي جميع الاطراف وبما يخدم مصلحه المنتخب في الاخر. مصلحه المنتخب انا شايف ان هي المحافظه على اللعيبه بتاعتنا. احنا مش عايزين اكتر من كده يا كابتن احمد. طب ضغط المباريات اللي قاله الحاج عامر ده ما هو برضه مشكله بالنسبه لكم هتعملوا فيه ايه؟ يعني مشكله بس هتتعوض يا كابتن بان انت هتلعب في ملعبك مثلا. مفيش عناء سفر. ملعب كويس. مفيش عناء سفر. ومش هيبقى فيها سفريه زي سفريه اسيوط مثلا يا كابتن احمد. وانت جاي من سفريه الجونه فالموضوع كله احنا بنبص لراحه لعيبتنا مش اكتر. واحنا مش بنعاند في اي حد او عايزين ناخد حاجه مش حقنا يعني. انت فاهم يا كابتن احمد؟ نعم. كابتن احنا خدنا بطوله افريقيا سنتين في عز توقف الدوري المصري. صحيح. ومفيش جمهور. فاحنا ما عندناش مشكله ولاعيبتنا الحمد لله ما عندهاش مشكله في اي حاجه. احنا بندور لهم على افضل الظروف ان هم يلعبوا فيها. نعم. انا بشكرك كابتن وائل جمعه شكرا جزيلا وبتمنى لك كل توفيق يا رب ان شاء الله عز وجل.